الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو أكبر بعثة اقتصادية بريطانية إلى تعزيز استثماراتها في مصر. الجامعة العربية تطلب دعما أوروبيا لمشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن بشأن فلسطين. قتلان في عملية أمنية ضد مجموعة متطرفة في بلجيكا واعتقالات في باريس وألمانيا. الثانية عشر ظهرا في القاهرة، العاشرة بتوقيت جرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. أهلا بكم. يبدأ رئيس وزراء اليابان شينزو أبي اليوم زيارة للقاهرة، يستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويجري أبي أيضا محادثات مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء حول أوجه تنشيط التعاون بين الدولتين في المجالات السياسية والاقتصادية والتبادل العلمي والثقافي. هذا إلى جانب محادثات مهمة مع كبار المسؤولين المصريين في الدولة. ومن المقرر أن تستغرق زيارة أبي للقاهرة يومين على رأس وفد رفيع المستوى. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بمقر رئاسة الجمهورية أكبر بعثة اقتصادية بريطانية برئاسة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توبياس ألود. أكد السيسي خلال اللقاء أن استقرار مصر سيساهم بشكل مباشر في استقرار المنطقة، منوها إلى اقتراب مصر من الخطوة الأخيرة لخارطة المستقبل والمتمثلة في الانتخابات البرلمانية. لاستشراف آفاق ومناخ الاستثمار في مصر والاطلاع عن قرب على الفرص الواعدة للاستثمار في المرحلة المقبلة، يأتي استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد بريطاني يضم 51 من كبريات الشركات البريطانية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والبنوك والصناعات الدوائية والسياحة برئاسة وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والشرق الأوسط وبحضور أعضاء مجلس الأعمال المصري البريطاني. أعتقد أن هناك فرص هائلة للاستثمار في مجالات الطاقة والبنية التحتية والبنوك والسياحة والصناعات الدوائية. لقد تلقينا دعوة من الرئيس لحضور المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في مارس بشرم الشيخ، وأرى أن هناك رغبة قوية لدينا للحضور والمشاركة بقوة وفاعلية. وخلال اللقاء شرح الرئيس الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار عبر حزمة من الإجراءات الهيكلية والإصلاحية والعمل على إصدار قانون الاستثمار الموحد، مؤكدا التزام الدولة بكافة تعهداتها المالية والإدارية تجاه أي شريك أجنبي، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي لدى المجتمعين بالرئيس. خرجنا بانطباعات جيدة يملأها التفاؤل بعد لقاءاتنا التي أجريناها مع الرئيس ورئيس الوزراء وبعض الوزراء المعنيين بأن هناك رغبة قوية في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، ونحن من جانبنا لدينا الرغبة في التعاون مع الحكومة المصرية الفترة المقبلة. نجحت الحكومة المصرية مؤخرا في إزالة بعض العقبات التي كانت تواجه بعض الشركات البريطانية العاملة في السوق المصرية في مجال الطاقة فيما يتعلق بالتراخيص مثلا، من خلال إدراكنا بأهمية احتياجات تلبية القطاعات الاقتصادية المتنوعة من الكهرباء والطاقة. الرئيس استعرض كذلك آفاق الاستثمار في السوق المصرية في الفترة المقبلة، وشرح أهمية المشروعات التنموية العملاقة التي أطلقتها الدولة مؤخرا لدفع عجلة التنمية في البلاد، ودعا الحضور إلى المشاركة في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في منتصف مارس المقبل بشرم الشيخ، مؤكدا أنه يتم الانتهاء حاليا من إعداد خريطة استثمارية موحدة تضم أبرز مجالات الاستثمار والفرص الواعدة بها ستقدم للمشاركين في المؤتمر لتوفير الجهد والمال. سيادة الرئيس تكلم كلام مقنع جدا لكل الوفد، الوفد خارج بانطباع إيجابي كبير جدا، واحنا داخلين الوفد كان يؤكد لنا ان هو هيجي يستثمر في مصر وان هو هيشارك في مؤتمر شرم الشيخ، واحنا خارجين دلوقتي لا استثماراتنا هتزيد. فيش احدى الشركات قالت انها هتستثمر 10 مليار دولار خلال 3 أعوام قادمة. يذكر أن زيارة الوفد البريطاني هي الأكبر والأولى من نوعها التي يزور فيها دولة أجنبية منذ 10 سنوات. توافد ممثلي المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية العالمية على القاهرة في بعثات طرق الأبواب يحمل رسائل عدة، من بينها عودة الثقة إلى الاقتصاد المصري بعد تحقق الأمن والاستقرار في البلاد، وأن الدولة ماضية في تهيئة مناخ الاستثمار
لجذب مزيد من المستثمرين والشركاء الأجانب من مقر رئاسة الجمهورية على رشوان النيل. أهلا بكم من جديد. التقى الفريق أول لصدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توبيا سالود وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط والوفد المرافق له. تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين ومناقشة الموضوعات محل الاهتمام المشترك، خاصة في مجال محاربة الإرهاب والتطرف والمستجدات والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات جمهورية مساء الخميس تشمل الموافقة على اتفاقية قرض لدعم المشروعات المتناهية الصغر بين مصر وصندوق خليفة لتطوير المشاريع بالإمارات العربية المتحدة بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي. كما تشمل الموافقة على العقد التنفيذي الموقع بين مصر وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بشأن مساعدة البرنامج لخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة. الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة. الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وصندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن تطبيق الاتفاقية على أنشطة الصندوق والعاملين لديه في جمهورية مصر العربية.
يلتقي اليوم وزير الخارجية سامح شكري نظيره المغربي صلاح مجوار، وذلك خلال زيارته الحالية للمغرب والتي تستغرق يومين. ومن المقرر أن يعقد شكري ومزوار جلسة مباحثات تتناول تطورات الأوضاع للساحة العربية. هذا وينقل شكري رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية، تتعلق بدفع العلاقات الثنائية بين البلدين. أعربت مصر عن دهشتها واستهجانها إزاء القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن أوضاعها الداخلية، حيث تضمن القرار مجموعة من الادعاءات والمغالطات التي تعكس عدم إدراك أو دراية بحقيقة الأوضاع في مصر. وأظهر البيان حسب الخارجية المصرية عدم الارتكان إلى إرادة الشعب المصري باعتباره المصدر الوحيد للسلطة، وقالت إنه يتبنى منهجا أحاديا لا يخدم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأضافت الخارجية أن البيان الأوروبي يمثل انتهاكا لأبسط مبادئ الديمقراطية والمتمثلة في مبدأ الفصل بين السلطات وتناول الأمور في إطار غير موضوعي. ودعت الخارجية البرلمان الأوروبي لتوخي الدقة، وأشارت إلى أنه كان الأولى والأقدر في هذا التوقيت توجيه رسائل تدعم جهود بناء دولة إرادة الشعب المصري. قالت ماري هارفي نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن مكافحة الإرهاب من أهم القضايا التي يتم مناقشتها باستمرار مع الجانب المصري، خاصة تلك المتعلقة بالجهود الحالية التي تبذلها كل من واشنطن والقاهرة. وقالت هارف بأن مصر تواجه تحديات حقيقية في الوقت الذي تبذل فيه جهودا كبيرة لمواجهة الإرهاب خاصة في سيناء، مؤكدة أن مباحثات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع المسؤولين المصريين تتطرق دائما إلى جهود مكافحة الإرهاب. كما أكدت هارف أهمية دور القيادة في مصر ورجال الدين في التصدي للتطرف، وتوضيح أن ما يرتكبه تنظيم داعش من ممارسات لا يتعلق بالإسلام، وأن ما حدث في باريس لا علاقة له أيضا بالإسلام. خلال زيارتها لغينيا الاستوائية، تفقدت مستشار الرئيس للأمن القومي السفيرة فايزة أبو النجا أعمال البناء في مبنى السفارة الجديد بالعاصمة مالابو. وتقوم على أعمال البناء للسفارة الجديدة شركة المقاولون العرب، حيث كان في استقبال مستشار الرئيس للأمن القومي العديد من أبناء وأعضاء الإدارة للشركة. في زيارة ذات مغزى تؤشر إلى تنسيق العلاقة بين القاهرة ومالابو، يأتي وصول السفيرة فايزة أبو النجا مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومية إلى غينيا الاستوائية لاستعراض ملامح التعاون المشترك بين البلدين. السفيرة أبو النجا تفقدت أعمال الإنشاءات للمبنى الجديد للسفارة المصرية بقلب العاصمة مالابو، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. إني فخورة جداً أولاً كمواطنة مصرية ثم كمسؤولة مصرية بحجم الإنجاز اللي مثلته شركة المقاولين العرب، ويمكن أكتر تشريف كان بزيارة الرئيس السيسي لما كان بيحضر اجتماعات القمة الأفريقية هنا في مالابو. سياسة خارجية مصرية متوازنة تسعى لحماية مصالح مصر والمصريين وتوثيق عرى التعاون مع كافة الأطراف، خاصة في مجال الحركة الحيوية في قلب أفريقيا. لأن احنا التزمنا قدام سيادة الرئيس مجلس إدارة المقاولين العرب كله، قدام سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء وقدام رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ان احنا نسلم مبنى السفارة في 30/6 ان شاء الله 2015، وبإذن الله بإذن الله هيتم التسليم في الميعاد، وهيبقى الافتتاح. رئيس غينيا الاستوائية وعد انه هيفتح المشروع ده بنفسه، فافتتح السفارة دي بنفسه بإذن الله. على قدم وساق تواصل المقاولون العرب الليل بالنهار لإنجاز مبنى السفارة المصرية في ترجمة واقعية وملموسة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتبقى المقاولون العرب رافضا مهما ورابطا متميزا لعلاقة وثيقة بين مصر وغينيا الاستوائية، ودليلا ناصع البيان على أن مصر أبدا في قلب قارتها السمراء. من مقر السفارة المصرية الجديدة بغينيا الاستوائية، أمل صبري، النيل.
أكد لواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف العام على مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة أن الأسبقية الأولى من الحفر الجاف بقناة السويس الجديدة قد انتهت بالكامل. وأشار الوزير إلى حفر 180 مليون متر مكعب من الرمال الجافة خلال 160 يوما من العمل، مشيرا إلى أن إجمالية نسبة الحفر بالأسبقية الأولى والثانية بلغ أكثر من 72%. على الحفر الناشف لما قلنا هنخلص ان شاء الله بعون الله في 6 شهور الاسبقيه الاولى وخلصناها دلوقتي قبل ميعادها تقريبا نقدر نقول 21 يوم تقريبا. القناه زي ما حضراتكم شايفينها كلها ميه، سواء المبلول اللي كان في وش الميه او تحت الميه في بعض القطاعات لما اتعدوا عليها تلاقوا الميه خضراء، الميه فيها خضراء، معناها الميه خضراء يعني الميه الارض تحتها عميقه. حفرنا فعلا في شركات حفرت 2 متر و 3 متر تحت سطح الماء. جددت وزارة الأوقاف تحذيرها من المخططات الآثمة للجماعات الإرهابية وفي مقدمتها جماعة الأخوان الإرهابية ومحاولتها استغلال يوم 25 من يناير لإثارة المشاكل والفتن. كما حذرت الأوقاف في بيان لها اليوم من محاولة تلك الجماعات الإرهابية ومن يدور في فلكها اختطاف الوطن لصالح أعداء الأمة مرة أخرى. هذا وجددت الوزارة التحذير من استخدام المساجد أو المنابر لأي أغراض سياسية أو حزبية تخرجها عن مهمتها الدعوية، مشيرة إلى أهمية التصدي بالفكر والعقل لكل أساليب التحريض على الاعتداء والاغتيال والتدمير والتخريب. اقترحت جامعة الدول العربية النظر في إمكانية تشكيل قوة تدخل عربية مشتركة لدحر الإرهاب، وذلك وفقا لميثاق الجامعة العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك. يتضمن المقترح إيجاد نظام دفاع عربي متكامل لحفظ السلم والأمن في المنطقة وإنشاء قيادة عامة موحدة لقوات التدخل العسكرية، وذلك بعد صيغة يتم التوافق عليها. أكد المقترح ضرورة التحرك الدبلوماسي مع دول الإقليم والمجتمع الدولي لتقديم الدعم اللوجستي والمعلومات الاستخباراتية بما يتيح للدول العربية تولي مسؤولية الدفاع عن الأمن القومي للمنطقة العربية ضد التهديدات الداخلية والخارجية. أعلن وزراء الخارجية العرب تأييدهم لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. طلبت الجامعة العربية من دول الاتحاد الأوروبي تفعيل جهودها لدعم القضية الفلسطينية وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. التمسك بمبادرة السلام العربية التي أقرتها الجامعة العربية في 2002 وتقضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها عام 67 مقابل تطبيع العلاقات بينها وبين الدول العربية، قرار أكد عليه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ. في لجنة عربية شكلت هلأ لتدرس وتبحث وتناقش وتضع المضمون والأسلوب فيما يتعلق بالخطوة القادمة في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن. كيف ترى التعامل الإسرائيلي بخصوص الأموال الفلسطينية؟ هذا أسلوب ليس سياسي وليس دبلوماسي وليس إنساني وليس شيء، وليس من حقهم أن يمنعوا عنا الأموال التي تجبى باسمنا، هي لنا، وبالتالي هذا موقف احنا الآن عم نتحدث فيه مع الكل من أجل هذا الموضوع. الرئيس الفلسطيني أكد على ضرورة الحشد في الفترة القادمة وضرورة العودة مرة أخرى لمجلس الأمن. ما نطلبه الآن من أشقائنا وأخواننا، نحن لم نحصل على قرار في مجلس الأمن، نريد أن نذهب مرة أخرى لنحصل على القرار. وزراء الخارجية العرب أكدوا أيضا على ضرورة توفير شبكة أمان مالية عربية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي شهريا لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية. بعد استخدام الفيتو الأمريكي لوقف مشروع قرار بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، تبدأ الدبلوماسية العربية في البحث داخل جعبتها عن أوراق ضغط جديدة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني. منذر أبو دوح، النيل.
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك أن اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط ستجتمع في 26 يناير في بروكسل على مستوى السفراء. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور في كلمة لها أمام المجلس إن الخطوة اللاحقة في عمل اللجنة الرباعية سوف تبحث تخفيف التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيل. وطلبت الأمم المتحدة من إسرائيل أن تستأنف على الفور تسديد الضرائب التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية بعد أن علقت تسديدها ردد على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية. من جانبه قال ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور إن مجلس الأمن لم يتحمل مسؤولياته تجاه فلسطين ولم يتم تطبيق أي من قراراته بشأن الاحتلال الإسرائيلي. وأشار منصور إلى أهمية إعادة تحديد المناطق الحدودية بين الاحتلال وفلسطين ومتابعة القرارات الأممية والدعوة لحل عادل وشامل لأزمة اللاجئين. إن الوقت قد حان للتركيز على إنهاء هذا الوضع. التركيز يتعين أن نصب على إنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع والاستعماري بكل مظاهره وتحقيق إجماع دولي للتوصل إلى حل سلمي. وبالتالي فنحن سنواصل رفض الذرائع اللامنطقية ضد مساعينا السلمية والدبلوماسية والقانونية وسنتابع السير في هذا الطريق من أجل تحقيق العدالة والسلام. في بلجيكا أكد مكتب الإدعاء العام مصرع 2 من العناصر الإرهابية خلال حملة أمنية وسط مدينة بيرفي الواقع على بعد نحو 70 ميلا من بروكسل. هذا وقد أصدر مكتب الإدعاء البلجيكي قرارا برفع درجة التأهب الأمني على المستوى الوطني في بعض مناطق البلاد. في أعقاب موجة الاعتداءات التي شهدتها فرنسا الأسبوع الماضي، شددت الدول الأوروبية من إجراءاتها الأمنية تحسبا لأي أعمال إرهابية مرتقبة. وخلال عملية أمنية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، تمكنت الشرطة البلجيكية من قتل شخصين قالت إنهما ينتميان لخلية إرهابية متطرفة كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية على مستوى كبير داخل البلاد. النيابة العامة في بلجيكا أعلنت أنه تم تنفيذ 10 عمليات تفتيش في مدينة فيرفي حيث قتل المتطرفان، كما شملت المداهمات أيضا العاصمة بروكسل وضواحيها. خلال التحقيقات وجدنا أن مجموعة كانت تخطط لشن هجمات إرهابية في بلجيكا، وخلال عمليات التفتيش أطلق عناصر من المجموعة الإرهابية النار على قوات الأمن، ووقع تبادل لإطلاق النار بين الجماعة المتطرفة وقوات الأمن، وهو ما أسفر عن قتل 2 منهم واعتقال شخص آخر. ولحسن الحظ لم يصب أي شرطي أو مدني في حملة المداهمات. المدعي العام أوضح أن التحقيقات لا زالت جارية بشأن تلك المجموعة، أنه لم يتم التثبت في الوقت الراهن من وجود أي صلة بين ما حدث والهجمات التي شهدتها باريس الأسبوع الماضي. مساعد آخر للنائب العام في بلجيكا أوضح من جانبه أن تلك الخلية المتطرفة كانت مكونة من 10 أشخاص، بعضهم كان عائدا من سوريا، مضيفا أنهم كانوا على وشك القيام باعتداء كبير في البلاد. وعقب حملة المداهمات التي شنتها الشرطة البلجيكية، رفعت السلطات حالة التأهب الأمني في بعض مناطق البلاد تحسبا لوقوع أي هجمات إرهابية محتملة. وفي تطور ذي صلة، كانت السلطات البلجيكية أعلنت في وقت سابق أنها احتجزت رجلا بتهمة التجارة في الأسلحة، وتحقق فيما إذا كان باع أسلحة لأحد المتطرفين الذين قاموا بشن الهجوم الأسبوع الماضي على صحيفة اعتقلت الشرطة الألمانية رجلين خلال مداهمة 11 منزلا وموقعا لها صلة بمتطرفين بعد وقت قصير من قيام الشرطة البلجيكية بقتل رجلين خلال مداهمات مماثلة. وقالت الشرطة الألمانية إنها اعتقلت الرجلين بعد تحقيقات مستمرة منذ عدة أشهر بشأن 5 مواطنين أتراك تتراوح أعمارهم بين 31 و44 عاما، يشتبه في أنهم يخططون لعمل عنيف خطير ضد الدولة في سوريا فضلا عن غسل أمواله. أضافت الشرطة أنه ليس هناك ما يشير إلى أن المجموعة كانت تخطط لشن هجمات داخل ألمانيا.
تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحماية اليهود والمسلمين الذين يعيشون في ألمانيا من أي أداء. وقالت ميركل في البرلمان بعدما وقف النواب دقيقة صمت تكريما لذكرى ضحايا هجمات باريس إن الديمقراطية الفعالة تعد أفضل طريقة لمكافحة هذا النوع من العنف المتطرف. كما أكدت ميركل أن ألمانيا ستواصل دعم القوات الكردية التي تحارب تنظيم داعش في العراق وسوريا بالأسلحة والتدريب العسكري. أعلن مكتب الادعاء في باريس أن شرطية قتلت بالرصاص خلال حملة اعتقالات قامت بها الشرطة الفرنسية خلال الليلة. وصرح مسؤول بأن الاعتقالات جرت في مناطق إلى الجنوب من باريس من بينها مونترو، حيث تم اعتقال 12 شخصا يشتبه أنهم قدموا العون للمتطرفين شنوا هجمات الأسبوع الماضي. التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري صباح اليوم بباريس الرئيس فرانسوا أولاند وزير خارجية فرنسا لورا فابيوس، حيث تم بحث الجهود الدولية والتعاون الوثيق بين البلدين لمكافحة الإرهاب. ودعا أولاند كيري إلى العمل معا لإيجاد الرد اللازم بعد الاعتداءات التي استهدفت فرنسا الأسبوع الماضي. تهدف الزيارة إلى تلافي خطأ كبير في العلاقات بين حليفين قادمين، تمثل في غياب ممثل رفيع المستوى لواشنطن في المسيرة التي تم تنظيمها يوم الأحد الماضي تعبيرا عن مناهضة الإرهاب في باريس. وبرر كيري عدم مشاركته في المسيرة بأنه كان قادما من صوفيا والهند. كان وزير الخارجية الأمريكي قد صرح خلال زيارته الأخيرة لصوفيا بأنه قد يلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في باريس اليوم، ويناقش كاري وظريف آخر التطورات بشأن البرنامج النووي الإيراني في أعقاب محادثاتهما التي استغرقت نحو 6 ساعات الأربعاء الماضي. وتأمل القوى الكبرى في إقناع إيران بالحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات الاقتصادية قبل انتهاء المهلة الجديدة المقررة في 30 من يونيو القادم. في البيت الأبيض وعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بتحقيق تقدم حول الأمن الإلكتروني، وهو ما اعتبره تهديدا جديدا للمؤسسات والدول. ومن المقرر أن يعقد الزعيمان أوباما وكاميرون ظهر اليوم الجمعة مؤتمرا صحفيا مشترك في ختام لقاء بينهما في المكتب البيضاوي. كذلك أعرب زعيمان عن عزمهما على الرد على الأعمال العدائية التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا. ويتوقع أن تتناول المباحثات أيضا الملف النووي الإيراني والأمن على الإنترنت ومكافحة فيروس إيبولا في إفريقيا. متواصلون معكم مشاهدينا في هذه البانوراما الإخبارية، وفيها بعد أنباء الاقتصاد. البنتاغون ينشر 400 جندي لتدريب قوات المعارضة السورية، والمبعوث الأممي يدعو لوقف المعارك في حلب. الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو أكبر بعثة اقتصادية بريطانية إلى تعزيز استثماراتها في مصر. الجامعة العربية تطلب دعما أوروبيا لمشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن بشأن فلسطين. قتلان في عملية أمنية ضد مجموعة متطرفة في بلجيكا، واعتقالات في باريس وألمانيا. والآن نتابع معكم مشاهدين أهم أنباء الاقتصاد. التفاصيل مع الزميل الأمير داود. إليك أمير. شكرا لك سحر. شكرا إيمان.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفتنا الاقتصادية وأبرز ما نتابع فيها. البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة القياسية بواقع 50 نقطة مع انحصار ضغوط التضخم. أهلا بكم من جديد، ونبدأ بالشأن المحلي، حيث قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الخميس تخفيض أسعار الفائدة القياسية للودائع والقروض لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 8.75% و 9.75% على الترتيب. وقال البنك المركزي في بيان له أنه تم كذلك تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح عند مستوى 9.25%. وذكر البنك أن معدل التضخم شهد انخفاضا شهريا بنسبة 1.53% و7% خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2014، وعلى الترتيب ذلك جاء بسبب تراجع أسعار السلع الغذائية. أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين أن أزمة نقص اسطوانات البوتاجاز التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية في طريقها للحل، وذلك بعد طرح كميات تزيد عن احتياجات السوق، وأن الأزمة ستختفي تماما خلال 48 ساعة، مشيرا إلى أن سوء الأحوال الجوية هو السبب الرئيسي للأزمة. إمدادات اسطوانات البوتاجاز رجعت لمستواها الطبيعي، وهو بيشرف بنفسه حاليا على هذا الامداد، ونطمننا ان الكمية الموردة وصلت الى النسبة المعقولة اللي هي 100% من التوريد، بل تجاوزت 100%. واعطى وزير البترول تعليماته ان غدا الجمعة حتى هيزيد النسبة التي يتم ضخها بالضعف عن ما هو معتاد، وان ما حدث كان نتيجة زي ما بقول الى ان الموانئ اغلقت لفترات غير معتادة وغير متوقعة، زادت عن 10 أيام، ووزارة البترول بتحتفظ بمخزون يكفي من 6 لـ7 أيام. ارتفعت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وربح رأس مالها نحو 14.3 مليار جنيه، وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا، بينما بلغت قيمة التداول نحو 5.4 مليار جنيه. دعا مصرف ليبيا المركزي لتطبيق إجراءات تقشفية خشية عجز حاد في موازنة عام 2015، وأعلن المصرف أن نسبة العجز في موازنة 2014 والتي بلغت قيمتها نحو 42 مليار دولار وصلت لنحو 55%. وأرجع مصرف ليبيا المركزي السبب في العجز إلى تدني العوائد النفطية الناجم عن تراجع أسعار الذهب الأسود عالميا وإغلاق موانئ التصدير أشهر طويلة، حيث يشكل النفط نحو 96% من إيرادات البلاد. تسبب الإضراب الذي نفذه عمال شركات النقل العام في تونس إلى إرباك حركة النقل في البلاد. يأتي الإضراب احتجاجا على عدم صرف الحكومة لمنحة آخر السنة الماضية للعمال، وكان وزير النقل شهاب بن أحمد قد أكد أن عدم صرف المنحة يعود إلى خلاف بين الوزارة والنقابات حول طريقة احتسابها، مشيرا إلى أن المساعي مستمرة لإعادة حركة النقل بالكامل.
قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن الهبوط الحاد في أسعار النفط والنمو القوي للاقتصاد الأمريكي لن يكون كافيين على الأرجح لجعل آفاق نمو الاقتصاد العالمي مشرقة هذا العام. وأضافت لاغارد أن أسعار النفط الرخيصة ستساعد الاستهلاك في معظم مناطق العالم، لكن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون الأرجح على الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سينجو هذا العام من اتجاه ضعيف للاستثمار والاستهلاك. اعتبرت وكالة الطاقة الدولية أن التراجع الحالي لأسعار النفط ليس كافيا لإنعاش استهلاك النفط، وقررت على إبقاء توقعاتها للطلب الدولي للعام 2015 على حالها. في أسواق البترول العالمية ارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة اليوم فوق 48 دولارا للبرميل ليسجل نحو 48 دولارا و38 سنتا للبرميل، وزاد سعر الخام الأمريكي بنحو 25 سنتا ليسجل نحو 46 دولارا و50 سنت للبرميل. في أسواق المعادن النفيسة استقر الذهب قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر، ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في 10 أشهر مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن يحميهم من تقلبات أسواق المال، وذلك بعد أن تخلى البنك المركزي السويسري عن الحد الأقصى لسعر الفرنك الذي حدده قبل 3 سنوات، مما دفع الأسهم وعائدات السندات للتراجع. واستقر سعر الذهب عند مستوى 1259.8 دولار للأوقية. ختام هذه الوقفة الاقتصادية وعودة من جديد إلى الزملاء إيمان منصور وصحة صبري واستكمال البانوراما. تفضلي. شكرا أمين. قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الجيش الأمريكي يعتزم نشر أكثر من 400 جندي لتدريب قوات المعارضة السورية في معركتها ضد تنظيم داعش. وقال المتحدث إن الجيش الأمريكي سيحدد أولا من أين سيسحب هذه القوات التي ستتولى مهمة التدريب التي من المتوقع أن تبدأ في الربيع في أماكن خارج سوريا. وقد عرضت تركيا وقطر والسعودية استضافة تلك التدريبات. دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفن دي مستورا من جنيف إلى التوصل لوقف المعارك في مدينة حلب السورية وخفض مستوى العنف وزيادة نقل المساعدات الإنسانية. المبعوث الدولي حذر أن تنظيم داعش بات على بعد 20 ميلا من مدينة حلب، مشيرا إلى أن الأزمة الإنسانية في سوريا أصبحت أكبر من الأزمة الأفغانية، حيث بلغ عدد النازحين واللاجئين أكثر من 12 مليونا من السوريين. نداء آخر جديد لأطراف النزاع في سوريا لوقف نزيف الدم، لكن أحدا لا يستجيب. ستيفان دي مستورا وسيط الأمم المتحدة الخاص بسوريا اقترح من جنيف وقف المعارك بالأسلحة الثقيلة في حلب في مسعى جديد لخفض مستوى العنف المطرد وتيسير توصيل المساعدات الإنسانية للمحاصرين تحت وطأة القصف والاقتتال هناك. عرضنا وقف إطلاق النار في حلب، إلا أن انعدام الثقة بين الجانبين حل حتى الآن دون التواصل إلى اتفاق. لا أحد يريد اتخاذ الخطوة الأولى. داعش على بعد 20 كيلومتر عن المدينة وقد تنقض عليها في أي لحظة. هل ننتظر وقوع مجزرة جديدة؟ الوسيط الأممي أعرب عن دعمه لمبادرة روسيا التي يفترض أن تجمع ممثلين عن الحكومة والمعارضة في موسكو نهاية شهر يناير الحالي. وأكد ديمستورا دعمه ودعم الأمم المتحدة للمبادرة الروسية، وقال إن الأمم المتحدة ليست منخرطة تماما في تلك المبادرة لكنها مدعوة على أمل أن تكون بداية لمسار نحو تحقيق حل سياسي شامل وفاعل في المنطقة. لقاءات القاهرة المرتقبة ومبادرة موسكو أواخر يناير حدثان اثنان لهم الأفضلية بالنسبة لنا، حيث يعول على كل منهما مساعدة السوريين في الانخراط مجددا في الحوار. كان الائتلاف الوطني السوري قد أعرب عن رفضه الدعوة للمشاركة في محادثات موسكو طالما لن تتضمن رحيل بشار الأسد عن السلطة حسبما اشترطوا مسبقا لذلك.
أعلنت الخارجية الإيطالية اليوم عودة عاملتان إلى روما، وذلك بعد تعرضهما للخطف في سوريا منذ 6 شهور فور وصولهما للمشاركة في إحدى المشاريع الإنسانية. هذا وقد تم نقلهما إلى إحدى المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية، ومن المتوقع أن تدليا بإفادتهما اليوم أمام محكمة مكافحة الإرهاب في روما التي فتحت تحقيقا حول خطفهما. يذكر أن الحكومة الإيطالية سلاحين قرب حلب في سوريا بعد 3 أيام من وصولهما من تركيا للمشاركة في مشروع إنساني. أعلن أمين عام حزب الله حسن نصر الله أن من حق حلفاء سوريا الإقليميين الرد على هجمات إسرائيل داخل سوريا في أي وقت. أضاف نصر الله أن جماعته مستعدة لأي حرب مستقبلية محتملة مع إسرائيل، وذلك إضافة إلى مشاركة الجماعة في الحرب في سوريا إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد. كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد شنت مرات عدة غارات على مناطق في سوريا، ويقول الإسرائيليون إن معظم الغارات استهدفت أسلحة وصواريخ كانت متوجهة إلى حزب الله. انتقد المتحدث باسم القصر الرئاسي التركي تصريحات الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي دعا خلالها المجتمع الدولي للتنديد بأنقرة. تصريحات نتنياهو جاءت بعد انتقاد شديد اللهجة وجهه رئيس الوزراء التركي داود أغلو لمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي في تظاهرة الوحدة المليونية في باريس ردا على الهجوم على صحيفة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة. وقال أغلو إن نتنياهو يشبه تماما هؤلاء الإرهابيين، وأن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة ومهاجمة قافلة مساعدات تقودها سفينة تركية لا يختلف عن هجمات باريس الإرهابية. في جنيف اختتمت أعمال الحوار الليبي الذي تستضيفه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد يومين من المناقشات المكثفة بهدف التوصل إلى سبل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسسية في ليبيا. عبر المشاركون في البيان الختامي عن التزامهم بليبيا موحدة وديمقراطية تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. اتفق المشاركون على العودة إلى جنيف الأسبوع القادم لعقد جولة جديدة من الحوار، كما تم الاتفاق على جدول أعمال يتضمن الوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة واحدة وطنية توافقية وترتيبات إنهاء القتال وتأمين انسحاب المجموعات المسلحة للسماح ببسط سلطة الدولة على المرافق الحيوية في البلاد. دعا البرلمان الأوروبي إلى الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين عن أعمال العنف في ليبيا. أوضح البرلمان الأوروبي أن العقوبات التي يدعو إلى اعتمادها يجب أن تشمل تجميد أموال وحظر سفر المسؤولين عن العنف في ليبيا. وأكد البرلمان الأوروبي أيضا أنه يحض جميع الأطراف الليبية على الالتزام بوقف غير مشروط لإطلاق النار، مشيرا إلى أن المعارك الدائرة في ليبيا سهلت تمدد وتجذر مجموعات إرهابية مثل تنظيم داعش، محذرا من أنه في حال لم تعالج هذه المسألة فإن هذا الوضع قد يشكل خطرا كبيرا على أمن المنطقة والاتحاد الأوروبي. ففي نشرتنا أيضا ولكن بعد أخبار الرياضة، سامي دوابي شاب فلسطيني في الضفة الغربية يسعى للحصول على تمويل لابتكار سيارة سباق صغيرة. شاب فلسطيني في إنتاج سيارة سباق صغيرة لكنه يشكو من غياب أي دعم لتنفيذ ابتكارات أخرى. يأمل الشاب أن تفتح هذه السيارة التي ابتكرها الباب لهواية سباقات السيارات في الضفة الغربية. سامي ذوابي شاب فلسطيني نجح في إنتاج سيارة سباق صغيرة رغم غياب الدعم اللازم لتنفيذ ابتكاراته الأخرى من الحكومة أو القطاع الخاص. تخرج عام 2006 من جامعة بيرزيت بالضفة الغربية، وكان الشاب الفلسطيني يأمل في أن تكون السيارة التي ابتكرها الباب الجديد لدخول هواية سباقات السيارات في الضفة الغربية. للأسف طبعا السيارة زي ما احنا شايفينها هي بسيطة جدا جدا جدا، التصميم الأولي كانت أعقد من هيك وأكثر فيها إبداع، لكن تفاجأت لما جيت على البلد هنا بكل الدعم وكل الموارد.
فاضطريت أن أتواضع شوي صغير في الديزاين. وقال الشاب إن إنتاج السيارة تكلف 10,000 دولار. وذكر ذوابي أن سرعة سيارته تصل إلى 120 كيلومترا في الساعة، وإنه حرص على بناء مركبة صلبة قوية التحمل. عملية البناء الفعل استغرقت تقريبا 7 أشهر، 7 أشهر متواصلة، عم بحكي أنا شغل يوميا تقريبا فيها، وآخر 5 أشهر كنت فول تايم معها من الصبح للمغرب. ويقول سامي ذوابي إن خطوته التالية ستكون إلى دول الخليج العربية، حيث يأمل في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ ابتكاراته. وفي ختام هذه البانوراما إليكم تذكرة بعناوينها: الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو أكبر بعثة اقتصادية بريطانية إلى تعزيز استثماراتها في مصر. الجامعة العربية تطلب دعما أوروبيا لمشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن بشأن فلسطين. قتلان في عملية أمنية ضد مجموعة متطرفة في بلجيكا واعتقالات في باريس وألمانيا. انتهت النشرة، تحية لكم وإلى اللقاء.